السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتم بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة، وزي ما وعدناكم قلت لكم الفيديو الجاي هوريكم الحمام السمم عاملة ازاي اهي. بص لسه اهو، ادي الحمامتين اهو، دول بالنسبه للحمام اللي انا بقول لك سخنه. هنفتح لهم كده مع بعضنا، قسما بالله الاثنين دولت منهم وحمام تاني. طب ما انت قايل في الفيديو اللي فات الحمام الكبير ما تفتحلوش عشان السمم، ومش السمم دي خلاص ابتدت اللي هي تنشف، وعندك الانصاص، وعندك خلاص اللي هي ابتدت اللي هي تنشف، ودولت عيال صغيره، فانا كده كده بفتح لهم اللي هو اللوفت بتاعهم وما باجيش جنبهم. بس حكمت عليا الظروف اللي انا اربي شويه زغاليل تاني، ربنا يبارك لنا فيهم، وان شاء الله هنوريكم برده طريقه الزغاليل اللي احنا مطلعينها في اللوفت شكلها عامل ازاي. فده الوقت هو اللي حكمني، دول كنت بفتح لهم من صباحه ربنا، ابتديت اللي انا دلوقتي ايه باجي سايب الزغاليل الصبح، وباجي دولت اللي انا افتح لهم اخر النهار. فالحمامه افتكرت ان هي خدت الحصه بتاعتها، عشان هي قعدت مثلا بتاع 15 يوم متشمسه واخده حريتها، ما جتش جنبها خالص، يعني سبتها براحتها خالص، فهي يعتبر سخنت نفسها بنفسها. والحمام ده اصلا مش مقفول عليه بقاله ايه فتره، ده ما كملش شهر ونص الحمام ده مقفول عليه. فاحنا هنتفرج كده مع بعضنا وهنطلع فوق نشوف الحمام بقى بيعمل ازاي. فابقوا معنا هنفتح الحمام مع بعض. نقول بسم الله، ادي ده واحد منهم، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس او السادس، الحلس ده اهو اهو، ده الاستغلال اللي كنت ماسكه في ايديا، وادي الثاني اهو برضه عشان الاستغلال اهي اهو. بص بقى، بص الحمام اهو، انا مشاك جنبهم خالص. بص انا اوريهم لك بيعملوا ازاي، بص اهو، سيبهم براحتهم خالص اهو. فاضل اتنين، بص ما لمسوش يعتبر الخرجه بتاعتها، نطلع نلحقهم عشان لو ما لحقناهمش مش هنشوفهم. طب بص دولت بتاع محمد امين، ربنا يملاهم له بركه، ودولت يعتبر الحمام ده بقى ايه الكبير سنا، يعني ده خلاص اللي هو قفل سمم معايا اهو. بص يا رب يكونوا واضحين، بس اهو صلى على النبي. بص الزوم كده، انا قافل زوم اهو كده، قفل زوم عليهم. تعالوا نفتح بقى الزوم كده مع بعضنا كده اهو اهو كده، الزوم على الاخر، قسما بالله كده الزوم على الاخر اهو. اوريكم الحال ده اهو لما هعديه بقى ازاي، يعني بص انا سايبه دلوقتي خالص اهو براحته بيطلع، بص بيعمل ازاي، بس مش السما عقله، السما مش عقله، بص السما اللي هي ايه تلات ارباع، والسما قربت تنشف ما فيهمش الا واحد السما بتاعته نص، ولا واقف قدامهم، ولا مديهم شواره، ولا بصفل لهم، ولا بقلقهم من المكان خالص، هما اللي طلعوا يشتغلوا اهو. دولت ما ينفعش اللي انا اقول لهم يلا امشوا والقصه دي، فانا كده كده عشان هم سخنوا بالشكل ده هبتدي اللي انا هدي الحمام ده معايا. فان شاء الله الفيديو الجاي كده هوريك الحمام ده، بص طلع عمل ازاي، هوريك المره الجايه بيطلع بيقعد على اللوفت ازاي، او لو قام دور ما بيكملش وبينزل يحط على اللوفت على طول. الحمام ده لسه بدري عليه، يعني لسه قبل ما يحط لسه قدامه شويه فهو.
غيه الحرام ده يا جدعان احنا ايه، كل واحد بيعمل اللي يريحه في قلب الغيه، هو شايف اللي هي جايه معاه. والنبي لو شيخ الغواية قال له اللي انت بتعمله ده لا ما ينفعش وينفع، والقصه دي لا، كل واحد اضرب حرامته ازاي، كل قرد يعني كل واحد مربي قرد عارف ايه خباه وعارف تنطيته اهو. فهو الحرامية بالظبط كده، فانت عارف انت بتتعامل مع الحرامية ازاي، ما بتكونش غاشين فيها، لا انت بتتعامل معاهم بالصح وبالاصول. انا بوريك بس الحاجات دي اهي، الحرامية عايزة تمشي اهي، بص ولا معودة على تانية ولا معودة على تزويد ولا معودة على اي حاجة، لا احرقي مجهودك خلصي وانزلي مكانك وقفي في قلب اللوفت. بص اهو اهي، بص اهو دول بقى مش هياخدوا معاه وقت، يعني دول بالظبط كده مش هياخدوا معاه وقت، هياخدوا اللي هو الدش بتاعهم مره واتنين والقصه دي وخلاص، شكرا عليهم خلاص كده. تيجي اديهم حصه اديهم ميعادهم، هتلاقي الحرام ده يسخن معاك ويمشي ويعتمد على طول. كل ده بيرجع من ايه بقى؟ لان انا خفف الكلفه بتاعتهم في البدايه، ده كنت اخفف الكلفه بتاعتهم، كنت مديهم دوره ناعمه، فالشحم والدهون اللي عليهم اللي هم اصلا ما لحقوش يربوها نزلتها لهم على طول. فعشان كده الحرام بص سخن بالشكل ده اهو. بقى كانوا واخدين مع محمد امين وسبتهم ولا اديتهم واحد ولا اديتهم اي حاجه اهم. الرجاله فرحانه بقى بايه؟ قال لك النش ابتدى، معلم سيف والمعلم حماده اهو. بس دولت بقول لك ايه، ما بيعتمدوش كده كده، مش متعودين على الكلمات دي. اهو بص بتاع محمد مسكوا ازاي الاربع تجنب، بص مع الصفارتين بتاع محمد امين، بص اهم. بص بتوع محمد بسم الله ما شاء الله عليهم، وحرامتين بسم الله الله اكبر عليهم، ابتدوا اللي هم يتحركوا بتوع محمد. الحرام ده يعتبر مقفل سمهم خلاص، واللي هو اصلا كان متمشك كله، فطلعوا كلهم حته واحده برضو ايه، راح شال الحرام اللي هو ملوش اي عزه منهم وساب الباقي اهو. لبس فستان والتاني اهو تحت اهو اهو، اتنين وقعوا له واحد فاضل مع الحام في قلب دلو اهو. دلوقتي فيهم واحد بتاع محمد امين اهو اللي في الاخر ده خالص مش هيسأل، هياخد بعضه وهيمشي اهو. اللي انا بقوله لك ليه؟ لان الحرام ده اللي هو بيجر عايز يمشي، عايز يخلي عايز مثلا ايه يسحب الحرام وراه، فمالهاش الحرام طوع، فراح راجع تاني لمحمد امين. مش اللي هو ضعيف، لا هو فرد الحرام بيجر بيشد الحرام، فمالهاش ايه اخواته طوعوه، فرجع تاني في قلب الدور عنده. عشان ما نطولش عليكم دول بقى نجيبهم وهم واقفين على الظهر، ودي لهم كام واحده كده اهو يتهووا معاهم برضو. العيال الصغيره دول برضو انا ايه فيهم كام واحده كده لسه بهوي فيهم.
ده لسه اللغدك ده بهوي الفحم ده فج الحام ده واخوه نفس القصة. وهنا برضه في اتنين في الازاز ده في الاحمر. يلا رجاله طبعا بقفل البيبان في وشه. بص في شويه اهو. بص 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 كم واحده جايين يرموا نفسهم عليهم اهو. بص اهو بص كم واحده وقع عليهم. طب احنا كده كده هنقفل في وشهم ده ونطلع الكام واحده دولت. نشيل الفحم ده اهو. بص دولت بقى استر عليه اهو. شوفهم كده ونرجع لكم تاني. بص الحام اهو لبس مع محمد امين اهو. شوفهم بقى يعملوا ايه اهو. بص 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 جورج يا يلا يلا يلا. بص الصلاة على النبي الصلاة على النبي الصلاة على النبي اهو. بص اهو مربينهم مش شاقينهم اهو. بص مش هيضحكوا عليك شوية ذكورة اهو عشان ده ابنك اللي انت مربيه اهو اهو. بص بالصلاة على النبي وفيهم حرام ماشي اهو. بص بنقول مربينهم مش شارينهم اهو. عام لسه بصمم عام لسه بصمم لسه اللياقة البدنية بتاعته مش كاملة اهو. نهدلهم بقى الدنيا وعليك يا وحش عشان سلم ربي مش مشتري كرة على الجهاز اهو. كده كده مش فارقة بقى حتة اللي انت ايه معاك حمام والقصة دي لا رايح دماغك اهو. حما قطعك كويس فخلاص اهو. العنبر اللي كان فيهم اهو راحوا ايه على محمد امين. وكده كده احنا شغالين ايه لسه بنجس الحمامه دي بنشوف شكلها ايه برده ودماغها ايه. وبرده نفس القصه على بتاع محمد امين اهو. كده انت اما يبقى حمام بالشكل ده كده اهو ويطلعوا زايدين مش ناقصين يبقى انت مؤسس صح اهو.
على تحت تحت على ايه؟ على تحت الصلاة على النبي. فتحنا لهم مع بعض وهم هيحطوا مع بعضنا برضه. ده اخر واحد الاحمر اللي هو فتح يتهوى مش سايق، مش اللي كان طايرين من فيهم يعني. هو ما رجع. هم حطوهم تحت. فيش الا هم يعتبر ثلاث حمامات لسه ما كشفوش، والباقي الحمد لله بكره. بسيبهم بقى خالص كده وابتدي اللي انا ايه؟ المهم وتلفهم في بنا خلاص بقى مرحلة اللي هي الأرضية وتحفظهم وتهديهم، والجو ده الجو ده خلاص خلص، الجو ده خلاص خلص. إن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد، فيديو كويس. أتمنى اللي هو لو أنت استفدت بمعلومة صغيرة كده من الفيديو، معلش اللي طالع عليكم، فانتظرونا إن شاء الله من جديد لجديد. كان معكم كنت أدم أبو عمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.